معنا محمد مازن غنايم رئيس بلدية سخنين. يعني أبو محمد، قبل فترة وجيزة كان في عندكم تلخيص للعمل البلدي اللي قمت فيه خلال سنة ونيف من العمل البلدي في مدينة سخنين. لو أجينا نقيم اليوم، طبعا احنا في سنة جديدة، لو أجينا نقيم العمل البلدي اللي قمت فيه خلال الفترة اللي فاتت، إخفاقات وإنجازات، هات نبلش بالإنجازات بشكل عام. شو الأمور اللي أنتوا استطعتوا أنكم تحققوها وشعرتوا أنتوا لمستوا أنه في تجاوب من الجمهور معكم وأنتوا راضين عن أنفسكم وعن العمل اللي كنتوا فيه؟ طلع إخفاقات الحمد لله ما فيش إنسان كامل وفيش إدارة كاملة، ولكن إذا بدك تحكي على الإنجازات الحمد لله رب العالمين حدث ولا حرج. يعني إذا بدي أخذ أنا أكثر من جانب، تعال ناخذ أول إشي إعادة الثقة بين المواطن والإدارة، وهذا كان إشي مهم. إن اليوم نسبة الجباية ترفع من 34% تصل لحد 80%، أفكر هذا إنجاز وشكر لكل أهل نفس سخنين بغض النظر عن انتماءات الحزبية أو العائلية. اليوم لما بتصل لوضع إنه ترفع نسبة الجباية ل 80% ندل على شيء، بدل على الثقة الكبيرة بين إعادة الثقة بين المواطن وبين الإدارة. طبيعي اليوم افكر عيب، انا قلت في الماضي عيب نظل نحكي عن الاشياء الاساسيه. اليوم فيش مواطن في سخنين والحمد لله بيحكي عن الاشياء الاساسيه، لانه حقه يحكي عن اشياء ترفيهيه، واحنا كبلديه من اليوم لازم نبلش نحكي عن بناء المؤسسات، لانه لكل مدينه المفروض يكون مقومات. فاذا اليوم فيش عندك انت مؤسسات اللي تتباهى وتحكي عنها، فهي مش مدينه. الحمد لله رب العالمين اليوم بنشوف انه من ناحية اقتصادية او من ناحية تجارية، افكر الشارع الرئيسي اكبر شاهد على انه في عنا ثورة تجارية، اللي من هاي الثورة التجارية بعود بالفائدة على اهلنا، على اخوتنا وعلى بلدية سخنين. اذا احنا بنحكي على انجازات، الحمد لله طلع المواطن اليوم يذكي بما في الكفاية، يعرف وين كانت سخنين وشو سخنين اليوم. يعني تعال ناخذ، انا بدي احكي على ملفات معينة اخي امين. تعال ناخذ ملف ضريبة الدخل اللي كانت لنا كثير مشاريع واقفة، كان في مفعلة فايس او في وزارة الاسكان او في مكاتب وزارية، اللي بقول لك يا عمي انتم اليوم محجوز عليكم من قبل ضريبة الدخل التأمين القومي. ملف تعال ناخذ ملف توحيد الملفات اللي بمبلغ 34 مليون شيكل، وكان سرطان في جسم بلدية سخنين. اليوم من 400 وما يقارب 60 ملف، بعد ملفات اثنين اللي هو صناديق التوفير لمربينا في مدرسة الحكمة او في مدرسة البيان الثانوية، اللي انا بوعد خلال شهر ان شاء الله هذا الملف يتسكر نهائي. وقصة هذا الملف او هذا السرطان المستشري كان في جسم بلدية سخنين انتهى ولا للابد. بالنسبة لضريبة الدخل، الحمد لله نزلنا المبلغ من 36 مليون و500 نزل ل 24 مليون و700، دفعنا مبلغ قدره 8 مليون شيكل، قسطنا المبلغ المتبقي ل 48 قسط، وبقدر اقول لك ضريبه الدخل من ورانا. التامين الوطني اللي طالبه مبلغ 10.5 مليون شيكل قدرنا ننزله ل 780 الف شيكل، طبيعي هذا المبلغ اندفع، وبعثوا لنا مكتوب رسمي لاول مره في تاريخ سخنين انه بلديه سخنين الى اليوم او ضريبه او تعتبر التامين مديون لبلديه سخنين ب 17 الف شكل، لهذا انجاز كبير. طبيعي اليوم بدنا ننسى الاشياء الاساسيه، بدنا نحكي اليوم عن الرؤيه المستقبليه، لانه اليوم كل بلديه اذا ما عندهاش رؤيه مستقبليه وما عندهاش اليوم ملفات بالجرور او تحت نقول برامج بالجرور لسنين طويله، عمليا هي مش بلديه. طبيعي اليوم احنا اخذنا على عاتقنا اشياء اساسيه اللي هي قلنا سلك التربيه والتعليم، قلنا مناطق النفوذ، قلنا مبنى بلدية سخنين، وقلنا الشارع الرئيسي، وقلنا مجمع المياه اللي اليوم بحد من تطور سخنين للجهة الشرقية من المدينة. بلدية سخنين طبيعة طلعت مناقصة، بيعرفوا كل أهلنا وإخوتنا، كان مقاول وحيد اللي هو الأخ فوز شحادي، ولكن بما أنه في مقاول وحيد علشان نزاهد الموضوع رحنا نعلن على مناقصة مرة ثانية. بالنسبة للشارع الرئيسي الحمد لله تم إكمال القسم الثاني، بعد القسم الثالث اللي قريب جدا راح يكون وزير المواصلات
في سخنين، وفي عندنا بدي اقول لك اتفاق مبدئي على مبلغ 22 مليون شيكل، وهي الحاله بنكون اكملنا الشارع الرئيسي اللي هو بيخدم ما يقارب ال 100 الف من سخنين والقرى المجاوره. مناطق النفوذ طبيعي الصراع مستمر مع المجلس الاقليمي مزقاب، واحنا مش رايحين تكون ايدينا هوينه على زناد لا مع المجلس الاقليمي مزقاب ولا مع وزاره الداخليه ولا مع اي وزاره، لانه هاي الارض الاباء والاجداد، حقنا الشرعي والطبيعي نتوسع لكل الاتجاهات، مع انه اليوم اذا بنحكي على كل الاتجاهات طبيعي الجهه الغربيه من هاي المدينه مقفله، بنحكي على الجهه الجنوبيه مقفله، على الجهه الشماليه في عنا اشبال اللي حطوها شوكي بحل شبابنا وحدت من التطور للجهه الشماليه، ظل عمليا عندنا الارض الموجوده ان كان التابعه لدائره اراضي اسرائيل او الارض اللي تابعه للاباء والاجداد اللي في نهايه المطاف بدنا ناخذها من المجلس الاقليمي مزقاب، طبيعي مش بسهوله بضغط على وزاره المعارف على المجلس الاقليمي مزقاب، ولكن في نهايه المطاف ان شاء الله راح ناخذها عشان شبابنا يعمروا عليها. اخذنا قرار بالنسبه لتسكير مجمع المياه العدم اللي موجود في الجهه الشرقيه خلال سنه، قعدنا مع الاخوه المزارعين وقلنا لهم احنا راح نساعدكم تاخذوا مي حلوه من وزاره الزراعه، ابرقنا لوزير الزراعه وان شاء الله قريب جدا راح يكون عندنا موافقه، ولكن القرار موجود في بلديه سخنين تسكير هذا المجمع، لانه احنا بهمنا نسوي هناك مجمع تربوي ثقافي، ومن جهه ثانيه يقدروا اهلنا واخوتنا يعمروا ويتوسعوا للجهه الشرقيه. هي انجازات مهمه جدا. سلك التربيه والتعليم طبيعي كنا عند ايجل الطرفاتي اخذنا موافقه لبناء مدرسه ابتدائيه في الحي الجنوبي من الشارع، لانه بتعتنى ناخذ مدرسه ابن سينا اللي مئات من طلابنا كل يوم الصبح بيقطعوا الشارع، وهي بتشكل خطوره عليهم، فقريب جدا ان شاء الله راح يكون موافقه لبناء مدرسه ابتدائيه ثانيه، مدرسه اعداديه ثالثه راح تكون ان شاء الله بالقرب من مدرسه الحكمه الثانويه، ومنطالب في مدرسه ثانويه ثالثه اخرى. اخذنا موافقه على القسم الثاني من بناء مدرسه البيان الجديده، لانه تعرف احنا بنبني مدرسه تكلفه 12 مليون شيكل، ولكن قدرنا نحصل على اخرى 6 مليون شيكل لاكمال هاي المدرسه، وبهي الحاله بيكون عندنا اكتفاء ذاتي من ناحيه غرف التدريس ل 20 او 30 سنه لقدام، وهذا المهم، لانه مهم جدا انه بناء الانسان وتوفر للطالب الغرف التدريسيه اللي بتليق للطالب بتليق لسنه 2011. طبيعي بدناش نحكي على فتحان شوارع لانه هذا واجبنا، بدناش نحكي اليوم على خدمه يوميه للمواطن، كل هاي الامور طبيعي هذا حق المواطن علينا، يعني بديش احكي لك على عشرات الشوارع اللي عبدت وعشرات الشوارع ان شاء الله راح تعبد، بديش احكي لك على اليوم على 4 مليون شيكل اللي اليوم بلش المقاول يشتغل في المنطقه الصناعيه لتحسين البنيه التحتيه في المنطقه الصناعيه، اخذنا موافقه اليوم 12 مليون شيكل لتوسيع 120 دولم في المنطقه الصناعيه، كل هاي الامور، ولكن انا هاي الامور بدي اخليها علشان المواطن يشوف في عينه، لانه بقوله ممكن تحكي كثير ولكن صوره واحده احسن من 1000 كلمه. فالحمد لله رب العالمين انه اهل هاي البلد اللي بنعتز ونثق فيهم واعيين بما فيه الكفايه يشوفوا العمل في الشارع في المنطقه الصناعيه في المدرسه في الحي مناطق النفوذ، كل هاي الامور، ولكن الحمد لله بدي اقول لك انا راضي كل الرضا عن العمل في هذول السنتين، لانه في الماضي كان يمكن العشرات اللي يقفوا باب غرفه المحاسب او باب غرفه رئيس البلديه او باب غرفه النائب بقول لك اللي حق على البلديه بدي اياه، بتحدى اليوم يجي مواطن من سخنين او تاجر او اي انسان اللي تعامل مع بلديه سخنين ويقول بلديه سخنين مديونه الي بليره واحده، بتحدى اذا في موظف في بلديه سخنين يقول انه بلديه سخنين مديونه لي باجوره واحده، فالحمد لله هذا واجبنا، علشان هيك الناس اعطتنا ثقتها، انا هاي الثقه بعتز وبثق فيها وان شاء الله راح نحافظ عليها. هل هاي طبعا الامور والانجازات تمت طبعا بتوفيق الله اولا، ومن ثم تفهم المواطنين وتفهمهم للمطلب اللي توجهت له البلديه ودفع جميع ما يترتب عليه من ديون؟ طبعا لو تحدثنا على قضيه الجباي كان بعد ادخال قضيه الحجزات الامر يعني
حقق الامر اللي انتو يعني مرجوه. طلع في الماضي اخي امين كان طريقه الحجز على اهلنا المواطنين كانت غلط، لما كانوا يجوا بالليل الساعه 1 او 2 بالليل وياخذوا سياره المواطن هذا غلط، لما كانوا يطلعوا عند المواطن مع قوه بوليس ياخذوا منه 750 شيكل اجيابا والبلديه ما تستفيد باجوره واحده هذا غلط، لما الاداره السابقه مضت مع شركه ملجام وبتسويت كانوا يعطون 4% على كل جبايه هذا غلط، لقينا الطريق الاسهل انه نحجز على المواطن طبيعي اللي ما بيدفع وبالتالي كلفه بس 170 شيكل، برضو على هيك انتقدونا. انا فاهم المواطن، اللي انا بدي اقوله للمواطن احنا مش هنقدر سعداء انه نحجز لا على حسابه في البنك ولا في البريد ولا في اي محل، ولكن انا اللي بدي اطلبه من المواطن الك حق بدي اعطيك اياه من عيوني، بس عليك حق تعال في بدايه السنه بشكل منظم ادفع اللي بيطلع عليك، لانه في كثير من اهلنا اللي في الماضي بيطلع لهم تخفيض 80%، ولكن اذا انت ما اليوم قدمت طلب في نفس السنه عمليا التخفيض هذا راح عليك، يعني البلديه خسرت من جهه والمواطن خسر من جهه، فعلشان هيك انا بناشد اهلنا بناشد اخوتنا انه في بدايه كل سنه توجهوا لمكاتب الجبال قدم طلب بيطلع لك تخفيض بتاخذه، عليك اشياء لبلديه سخنين قصد معك من شهر واحد لنهايه السنه، وبهي الحاله صدقني فيش حاجه لا نفوت بوليس ولا نحجز ولا يدفع حتى اجوره واحده، صدقني قلبي بيجعني على ال 170 شيكل، ولكن هذا اخف ضرر من انه تطلع لا سمح الله بوليس او تطلع يحجزوا على سيارته في نص الليل. طبعا ابو محمد مرافقة مع العمل اللي كنتوا تقوموا فيه واللي انت طبعا عددت بعض الانجازات، يعني المعارضة في البلدية كان عندها عدة انتقادات للبلدية، يعني كيف تعاملتوا وكيف رؤيتكم لهي الانتقادات؟ هل هي انتقادات بناءة؟ كيف تتعاملوا مع الانتقادات هاي؟ طلع المعارضة حق الشرعي والطبيعي انه تنتقد، وبس بشرط انه تكون معارضة بناءة، ومين انا عشان ما اتعلمش؟ انا مستعد اتعلم من ولد صغير عمره 2 أو 3 بالشارع اذا بسوي اشي اللي بعود بالفائدة على هاي البلد صدقني ما عنديش مشكلة اتعلم منه، ولكن انا بدي اسال اخوتنا المعارضة بايش بقدروا ينتقدوا ادارة ميزان غنايم على مدار 2؟ يعني انا بتحدى ينتقدونا مرة واحدة بشكل بناء، وين الغلط اللي ارتكبته إدارة مازن غنايم في 2؟ وأنا بوعدهم مازن غنايم مش راح يغلط، لأنه مازن غنايم أقسم إنه يحافظ على كل أجورة لهي البلد، أقسم يحافظ على ترابه وعلى أهله وعلى مؤسساته وعلى كل إشي بتعلق في هاي البلد، لأنه مازن غنايم غيور جدا على مصلحة أهل بلده، وأنا بحترم وبكن الاحترام للمجتمع اللي أجيت منه للوسط العربي، ولكن أنا إنسان اللي بحب بلدي بأمنش، ممكن تلاقي إنسان يحب بلده قدي ولكن مش أكثر مني، علشان هيك أنا بدي أقول للمعارضة وللأمان مشان أنا أكون صادق في 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 تصويت معين كانوا يصوتوا وفي أغلب الأحيان كانوا يصوتوا مع إدارة البلدية للمصلحة العامة، ولكن أمرار الظاهر بعرفش يعني يا ريت يسمحوا لي في هاي الجملة اللي بدي أقولها، يعني ممكن افلاس معين اليوم هني بدل ما يقولوا انه كل الاحترام اليوم هاي الاداره بتشتغل احنا بدنا نساعد معهم بدنا نحط ايدينا بايديهم وانت بيغلطوا بدنا ننتقدهم، يعني المناشير اللي كانوا يطلعوها اليوم على انه ينتقدوا اداره البلديه على ايش؟ كان يقولوا حرق مكاتب البلديه، طب انا اقول لك اكثر واحد بده بالدنيا يعرف يعني يحرق مكاتب البلديه في لما كنا في البلديه في الجهه الغربيه من البلد هو مازن غنايم، كانوا يحكوا اليوم على الجباي انه الكزازيم ومش كزازيم وهيك، طب يجي مواطن واحد يقولوا اخذ مني اكس اجوره واحده زياده عشان يحاسبوا. كانوا يحكوا على قصه تخنيت ميلاد او سكت راشي، اليوم الحمد لله معنا موافقه رسميه انه التعليم اليوم الطويل رجع لتخنين. كانوا يحكوا على خصخصه، مازن غنايم اثبت قالوا في الدعايه الانتخابيه انه مازن غنايم عمليا اكيد مضى على خصخصه، اني خصخصه؟ مر 2 في خصخصه؟ هل الروضات انتقلوا؟ هل الجنين انتقلوا؟ هل لا سمح الله مازن فرط بشبر واحد من ارض سخنين او من مؤسساته؟ طبيعي لا. فالمعارضه حق الشرعي والطبيعي تنتقد، ولكن اذا فيش ايش ينتقدوا؟ بدنيش اليوم بترشوا؟ بدنيش اليوم يحكوا حكي انا عارف بحق هاي الاداره اقل ما يمكن انه يسكتوا، ولكن انه اليوم يعني على الفاضي وعلى الملان ننتقد، ولانه بدنا ننتقد طبيعي بلاقيش فينا، يعني اليوم انه نطلع لوسائل الاعلام وكمال الاخ كمال ابو يونس يقول كذا ومازن غنايم يرد عليه كذا، ف
صدقني بالإيش، لا بسمعة تخنين ولا بعاداتنا ولا بتقاليدنا. مازن غنايم شكرا جزيلا لك. العفو، بالتوفيق ان شاء الله. شكرا لك.